السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم جايبكم موضوع بصراحة أنا كتير شفت ناس عم تحكي فيه، وكتير ناس عم تعاني من هالموضوع هذا وهي المشكلة تبع الفيديو اللي بدي أحكي عنكم عن الموضوع اليوم. تمام، الموضوع هو بيحكي عن رقم بينطلب وقت الشخص بده يقدم البيان الضريبي لشركة اليوتيوب مشان يصيروا ياخذوا منه الضرائب ويخصموا منه الضرائب اللي بده يدفعها حسب هو البلد اللي قاعد فيها. تمام، الرقم معروف واللي هو اسمه كتير معروف ومشهور بالسوشيال ميديا اللي هو اسمه TIN. تمام، رقم اسمه TIN. في كتير ناس عم تقول لك انه انا شلون بدي اعرف هذا الرقم تبع TIN، منين بدي جيبه؟ شو هو هذا الرقم TIN؟ هذا الرقم يا جماعة أنا بعد ما شفت كتير واستفسرت عن موضوعه، هذا الرقم بيفرق من مكان لمكان، كل بلد له مسمى معين. يعني مثلا هذا الرقم TIN هذا اسمه بأمريكا هيك TIN، مثلا عنا هون بألمانيا اسمه شتويا نوما. تمام، فكل بلد في 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 إلى اسم معين لهذا الرقم اللي هو TIN. فأنا هلأ إن شاء الله بهذا الفيديو رح أعطيكم مثل ما بيقولوا الزبدة والخلاصة. تمام، لأنه كتير عالم عم تتلبك بهذا الموضوع وعم يقول لك إنه إحنا شو بنساوي، منين نجيب هذا الرقم الضريبي، شو هذا الرقم TIN الرقم الضريبي. مثلا بالبلاد العربية ما بنعرفه إحنا هذا الرقم الضريبي TIN، شو هذا TIN؟ تمام، ما بنعرفه، كان بسوريا ولا بمصر ولا بمغرب ولا بتونس ولا بجزائر، يعني مين بيعرفوا هذا الموضوع؟ بيعرفوا هذا الموضوع يلي عندهم محلات، يلي عندهم شركات. تمام، ومو كلهم بيعرفوا. ليش؟ لأنه هذا الرقم يعني قليل ينطلب إلا إذا واحد مثلا عنده شيء بده يعمله صفقة خارجية ولا موضوع خارجي، فبينطلب منهم هذا الموضوع اللي هو الرقم الضريبي. فوقت بيحتاجوا لهذا الرقم الضريبي شو بيساوي؟ بيروح على مكتب الضرائب مثلا بسوريا، بيروح على مكتب الضرائب، مرحبا اهلين انا عندي محل اوكي وبدي رقم الضريبي تبع المحل عندي الله يخليك. تمام، بيعطيه الرقم الضريبي اللي هو موجود عنده بالمحل عشان يمشي اموره عليه. تمام، فهذا الموضوع بيختلف من بلد لبلد. تمام، فانا اليوم راح اشرح عن هذا الموضوع واعطيكم مثل بيقولوا ان شاء الله نهايه الموضوع كله هذا ان شاء الله. تمام، وقبل ما بلش يلي عم يشوف فيديو جديد وعم يتابعني هلا جديد، اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. تمام، وبالإضافة فوتوا لعندي على القناة وتفرجوا على الفيديوهات اللي عندي بالقناة، ممكن تستفادوا منها إن شاء الله. تمام، ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش بطريقة الشرح. تمام يا جماعة، هذا الرقم TIN بس يفوت الواحد يعمل قناة على اليوتيوب، بعد ما يعمل قناة على اليوتيوب ويحقق الشروط تبع 1000 مشترك والـ 4000 ساعة، المهم بفعل قناته. بس يفعل قناته شركة اليوتيوب فورا تطلب منه يعبي البيان الضريبي. هلا موضوع البيان الضريبي أنا بصراحة لسه ما وصلت له، تمام، مشان هيك أنا ما رح أحكي عنه، لأن أنا قناتي لسه ما وصلت للتفعيل الربح وما عبيته الطلب. تمام، بس رح أحاول إن شاء الله أعملكم فيديو عن الموضوع هذا اللي هو تعباية الاستمارة تبع الضريبة. تمام، مشان كل الناس هلا ان شاء الله اللي عم تجهز حالها لحتى تدفع القناتها يكون عندها فكرة عن هذا الموضوع. تمام، بعرف انه في كتير ناس في كتير اقنية تانية عم تعرض هالموضوع وفي هالموضوع، بس انا عندي قناتي يعني بدي اعرضها مثل ما بيقولوا بطريقتي. تمام، بدي اعرض المعلومات بطريقتي. فهلا الموضوع مثل ما عم بقولكم هو رقم TIN. هذا الرقم بينطلب بعد ما تعبوا انتوا الاستمارة، بينطلب بالاستمارة يلي بتعبوها تبع الضرائب. تمام، بعد ما ينطلب هذا الرقم الناس كتير عم تضيع انه انا منين بدي اجيبوا هذا الرقم، شو هو هذا الرقم. شوفوا يا جماعة الرقم بيختلف من بلد لبلد، رح احطلكم انا صورة هلأ وورجيكم. هلأ تفرجوا عنا هون كاتبيننا مثلا هون انه نحنا لمعرفة ارقام التعريف الضريبي المعتمدة يرجى التواصل مع مصلحة الضرائب المحلية أو مراجعة مستشار محترف في مجال الضرائب. لا تستطيع شركة جوجل تقديم أي استشارة ضريبية. تمام، فيما يلي بعض الأمثلة على أرقام تعريف دافئ الضرائب TIN الأجنبية.
هذه القائمة ليست شاملة، يعني مو شاملة كل البلاد، يعني حاطين لك انه مو كل البلاد، بس حاطين لك هلا امثلة انه شو هو هذا الرقم. تمام، هلا تفرجوا عندنا هون الهند مثلا، بالهند هون حاطين لك الهند رقم الحساب الدائم هو PIN، شايفين؟ يعني هو نفسه هذا التي اي ان اسمه بالهند PIN. عندك باندونيسيا اسمه NPWP. تمام، اليابان في له رقم ثاني، كوريا في له رقم ثاني، روسيا فرجوا بروسيا اسمه مثلا ENN. المملكة المتحدة لبريطانيا تمام اسمه OTR. تمام، في له اسم ثاني كمان NENO. هذا بالنسبة للبلاد، فكل بلد بيجي إلها اسم وكل بلد بيجي إلها رقم واسم خاص. تمام، مثل ما قلت لكم مثلا عنا نحن هون بألمانيا اسمه شتويا نوما، تمام، أو إيدنتيفيكاسيون نوما. فكل كل كل بلد في إلها شيء معين. بالنسبة للدول العربية أنا رح أفيدكم بموضوع، بالنسبة للدول العربية هذا الرقم أنت وبينطلب منك اللي هو تي اي ان، انت ما عندك رقم ضريبي مثل ما حكينا. تمام، هذا وين بتلاقيه؟ هذا بتلاقيه موجود على رقم بطاقتك، رقم الهوية. تمام، يعني رقم الهوية انت تبعك اللي موجود عندك بامكانك تحط رقم الهوية. شو هو رقم الهوية؟ مثلا رقمه مثلا 043567 اللي هو مثلا 9 ارقام، لنفترض 9 ارقام. تمام، بتحط رقم الهوية تبعك يلي موجود عندك على الهوية بأي بلدها عربية، مصر، سوريا، لبنان، عراق، مغرب، أي بلد عربية. أنت إذا ما كان عندك رقم ضريبي، ما كنت صاحب عمل وصاحب شغل وعندك رقم ضريبي وبتعرفه، بإمكانك تحط رقم الهوية تبعك. تمام، رح أحط لكم صورة عن الموضوع هذا وورجيكم كيف يعني تحطوا رقم الهوية، وين بتلاقوا رقم الهوية. تمام، طبعا ما راح يعني ما راح احسن اورجيكم كل البلاد، بس راح اعطيكم مثال. تمام، فانتوا هذا الرقم التي اي ان ما عندكم رقم ضريبي، بتحطوا رقم الهويه تبعكم. تمام، بس تحطوا رقم الهويه تبعكم، تمام، تبعتوا انتوا الطلب ما تعبوا الطلب الضرائب، تبعتوا للرقم. تمام، وتبعتوا للرقم انتوا، اذا هذا الرقم ما وافقوا عليه شركة الضرائب باليوتيوب او بجوجل ادسنس، تمام، بيبعتوا لكم رسالة تانية مثلا. تمام، شو الرسالة بيبعتوا لكم اياها؟ فرجوا، بيبعتوا لكم هي، لماذا يطلب مني تقديم مستندات لإثبات الهوية؟ هل هون عم يقولوا لك انت وتبعت الرقم التي اي ان ومن قبل مثلا، تمام، او انت ما عندك مثلا رقم ضريبي، شو كاتب لك؟ قد يطلب منك اثبات هويتك في حال انطبقت اي حاله من الحالات التاليه: رقم تعريف دافع ضرائب تي اي ان مفقود او لا يتالف من 9 ارقام، رقم تي اي ان الذي ادخلته لم يتم اصداره في الوقت الحالي، يعني لسه ما له فعال او ما اعترف عندهم فيه، رقم تي اي ان والاسم لا يتطابقان مع بيانات في سجل ERS، يعني انت البيانات اللي حاططها بجوجل ادسنس، تمام، وقت انت حطيت الرقم هذا بالضرائب طلع غير مطابق على الشيء اللي انت قدمته. تمام، او مثلا عندك هون اخر واحدة، طلب مطابقة رقم تي اي ان غير صالح، انه انت الرقم اللي بعته ما تعرف عنده، ما زبط عنده. تمام، فحطي لك هون اخر شيء مزيد من المعلومات حول المستندات المقبولة لكل نموذج ضريبي، بامكانك تفوت على بيكون حاطي لك انه ملف، بتفوت على الملف وبتقرا شو كل الشروط يلي طالبينها منك واللي بدهم اياها. تمام، بس انا كبدايه عم بقول لكم وعم بعطيكم شو هو الرقم تي اي ان مثل ما شرحت لكم بالفيديو. انتوا ان شاء الله كل اللي عم يشوفوني اذا هسه اخنتكم ما لمفعل، ان شاء الله كل يا رب تتفعل قناته وبيوصل للهدف اللي بده اياه باذن الله. تمام، وانا معكم ان شاء الله. فهذا الرقم اللي بتحطوه رقم الهوية، تمام، بس حطوا رقم الهوية. اذا رفض رقم الهوية وما انقبل، بيرجع يبعثوا لك رسالة بيقول انه هذا الرقم ما انقبل، ساعتها في منلاقي طريقة تانية، تمام،
لهذا الموضوع ونشوف كيف نحن ممكن نحصل الرقم الضريبي. بس كبداية أول خطوة بتعمل هيك، بس ينرفض الرقم بترجع بتشوف كيف بدك تجيب الرقم الضريبي. تمام، فأنا أعطيكم الخلاصة بعد ما شفت يعني تابعت كتير فيديوهات بصراحة وسألت كتير ناس عن الموضوع هذا، فهي الخلاصة لهذا الموضوع إن شاء الله. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون قدمت لكم شيء تستفادوا منه. هذا الموضوع كتير الناس عم تتلبك فيه وتلعب تجي بتفعل قناتها وتعمل البيان الضريبي. تمام، فهذا هو الرقم TIN اللي أنا شرحت لكم عنه. تمام، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. المرة الجاية إن شاء الله أنا رح أحاول أني أجيب لكم طريقة تعباية الاستمارة تبع الضرائب، لأنه كل بلد في إلها شيء معين لازم تعبيه به الاستمارة. يعني في بلاد تدفع مثلا مو داخلة بالاتفاقية تبع الضرائب مع أمريكا، ممكن أنك أنت تدفع ضرائب لـ 30%. تمام، يعني ممكن تدفع أنك أنت ضرائب لـ 30% إذا كان ما في اتفاقية بين الولايات المتحدة والبلد اللي أنت قاعد فيها. تمام، أما إذا كان في اتفاقية بين الولايات المتحدة والبلد اللي أنت قاعد فيها، في اتفاقية مثلا اتفاقية ضرائب، تدفع 15% بس. تمام، وفي دول كمان تدفع ولا شيء 0%. فكل شيء له شيء وكل شيء له ترتيبه. تمام، ان شاء الله راح اعمل لكم فيديو ثاني عن الموضوع هذا، بس هلا حكينا عن هذا الموضوع، ان شاء الله يكون فدتكم. بشكركم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه اذا كنتوا جداد، عملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.